قراءة آيتين من سورة البقرة كل ليلة ورد في هذه القراءة فضل. هي تسأل متى أقرأها؟ هل هي لابد أن تكون قبل النوم أو بدءا من غروب الشمس أو من بعد صلاة العشاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل يختم لي ولكم بخير، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يوفقنا لكل خير، ونجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير. وأسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم في ميزان حسنات الجميع، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه أجود الأجودين. أخي ياسر، جاء في الحديث من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفته. والحديث في ليلة يا شيخ، والليلة معلوم بأنها تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فمتى ما غربت الشمس يا شيخ وحل الظلام وحل الليل، فإنه يشرع أن يأتي المسلم بهاتين إيش الآيتين. والحديث فيه إطلاق يا شيخ، ليس فيه تحديد وقتا بعينه يا شيخ، بل هو مطلق في هذا. ولذلك لو أتت به مثلا في أول الليل أو قبل نومها أو في سائر يعني وقت في أي وقت من أوقات الليلة، فقد أتت به بالمشروع. ولذلك حيث متقدم في ليلة كفتاه، والليلة هنا إيش يعني عامة، كل ما صدق بأنه جزء من الليلة فإنه يصدق فيه أنه يسن لها أن تأتي بقراءة هاتين الآيتين. نعم إيش. نعم.